المحافظين في كل المحافظات، المحافظين امبارح كل المحافظين عملوا اجتماع، هو اول امبارح اجتماعات للمجالس التنفيذيه كل العناصر اللي ممكن يستخدموها خلال الاحوال الجايه كان منظرين بيها. وبرضه هنا لازم نشير ان المحافظات بتشتغل بامكانياتها وامكانيات شركات القطاع الخاص الموجوده بتعمل في نطاق المحافظه، وتكاتف جهود كان بين المحافظه وبين الشركات العامله فيها واللي عندها معدات ممكن تستخدم في المعدات دي دلوقتي موجوده في تمركزات في الاماكن المهدده لو لا قدر الله حصل حاجه. لكن الحمد لله احنا قدرنا ليله كنا متوقعين امبارح فعلا ان هو متاهلين وعناصر الاستطلاع اللي قلت لكم عليها بايته على الجبال علشان نقدر نعرف اذا كان المطر هيبدل ويتحرك في اي اسئله لحضرتك.